زي ما كنت بقول هتعلم مواد حركة باك ليفر. أهلا بكم في فيديوهات مواد جديدة. أحمد سيد الشيتا، أحمد سيد الفهد، أهلا بكم في فيديوهات شبه حركة باك ليفر شباب. أول شباب الحركة دي باك ليفر الولد فيها بس فيها 10 ثواني 15 ثانية حسب احترافي. يلا نشوف الحركة من بداية الاحتراف بالطاق طاق 90 ثم طاق ادفانسد ثم باك ليفر كاملة. اوف يلا كده شباب الطاق في الطاق طاق 90 ده طاق ادفانسد بس في 5 ثواني ممكن طاق 90 انزل 5 ثواني برضه طاق ادفانسد اسمه 5 ثواني باك ليفر ان شاء الله ادنى حاجه باك ليفر بالريفرس. لو حاجه باك ليفر صعبه في البدايه ادنى بالريفرس عايز من فوق لتحت واحده واحده زي ما تشوفوا دلوقتي شباب معايا. يا شباب عايز واحده واحده عايز واحده واحده يا شباب واحده واحده لحد الاخر الاصابه انت حصاد صوت 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 خالص صوت 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 أجل الثاني واحد واحد صار برضه جبت له صور شباب افتح صوته أتمنى الشباب ما تنسوش الاشتراك لايك وشير القناة. السلام عليكم.